اذكر سببا يجعلك لا تذهب إلى الملعب لمشاهدة مباراة كرة القدم. يلا سارة. مريض. مرض. ها؟ المرض. مريض. المرض من يعني؟ خطأ. ممكن أكو أسباب أخرى. هذا المرض حالة عامة. أريد أسباب. سبب يجعلك يعني. مرض سبب حقيقي. بس ما إجى. شو تقولين سحر؟ يعني الموعد يفوتني مثلاً. إيه؟ شنو الموعد يفوت اسمه شنو؟ أقول يعني صار سبب طارئ. سبب طارئ يعني أكو شيء آخر. أي شيء آخر. سبب طارئ انشغال. نعم الانشغال بشيء آخر. قرري حول السؤال للزبيدي أم لكم. يلا ها نغضي ها حوله نحوله حوله. يلا تفضلي سارة. يلا سؤال سهل سهل. اذكر سببا يجعلك لا تذهب إلى الملعب لمشاهدة مباراة كرة قدم. شو تقول؟ المرض. المرض؟ نعم. وقعة صحية. ها؟ وقعة صحية. وقعة صحية. ها يعني المرض يختلف عن الوعكة الصحية؟